مشاهدينا بحييكم وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. الحل عنا اليوم ما ترك لبنان، لانه لما زرنا سيدني في استراليا التقينا بالجاليه اللبنانيه، لاحظنا تفاعلها مع هالبلد المضياف اللي هو استراليا، وايضا مع الوطن الام لبنان. بالطبع الجاليه متماسكه بوحدتها بتواجدها القريب في مدن وشوارع متقاربة، بحضور فعال ومتميز في المجتمع الأسترالي. هي صورة مصغرة عن لبنان الوطن الأم، بأحزابه، بأعلامه، بكنائسه، بطوائفه، بانقساماته، ولكن جالية محافظة بامتياز على الهوية والتراث والتواصل مع لبنان. وأكيد هالجالية بيعود تاريخ الهجرة لأستراليا لعام 1854، لما وصلها بالصدفة مسعود النشبة الفخري البشراوي، اللي وصل على مرفق أدلايد وبعد 8 أشهر رجع على لبنان وبجيبته 60 ليرة إنجليزية. فطبعاً تناقل سيته بالمنطقة، تحمسوا طبعاً كتار من الشباب خصوصاً من بشري وكفرصغاب وطرابلس، ثم لحقت بهن عائلاتهم. توقفت الهجرة لفترة، وخصوصاً بعد ما تعرض اللبنانيين لمضايقات لاعتبارهم أتراك حلفاء للألمان، ولكن مع تعديل الدستور الأسترالي عام 1926 أعطي حق التجنيس والمساواة في الحقوق والواجبات لكافة السكان، فبادر أبناء القرى الشمالية خصوصاً إلى الهجرة. بقدر أقول كمان أنه أهم هجرة كانت خلال الحرب 1975 للـ90، وحتى الساعة بعد أستراليا فاتحة أبوابها خصوصاً للشباب المثقف أصحاب المهن والاختصاص، للكفاءات، للشباب الخايف على مستقبله وانعدام فرص العمل، إضافة إلى ذلك تأثير النزوح السوري وازدياد عدد الأجانب وانعدام الأمن وطبعا التهديدات إلى ما هنالك. في يقول أنه نحن بزيارتنا أكيد خلال هالأسبوع وشوي من الأسبوع المقبل رح نتعرف بأول قسم من الحل عنا على زيارتنا لهالجالية يلي بدأت بدعوة مشكورة لبرنامجنا الحل عنا، يلي كتار بيتابعوه مثل ما بيتابعوا كل أخبار وبرامج الام تي في، يلي بيعتبروها صلة الوصل مع لبنان. بالوقت ذاته أنا بدي أشكر كل طبعا أصحاب الدعوة، رئيس ودير ومعهد مرشربة للرهبانية اللبنانية المارونية الأب الدكتور لويس الفرخ، اللي من خلاله تواصلنا مع كل الجالية اللبنانية. بشكر فرداً فرداً كل من استقبلنا وساعدنا وكان حدنا، وأكيد التفاصيل تأتي لحقاً. بالبداية كانت الهدف مرافقة ذخائر مرمرون إلى سيدني أستراليا. نحن وياكم من رافق الذخائر ومنتبارك. حدث وصول ذخائر مرمرون لأستراليا نعتبره حدث تاريخي كبير ومؤسس. مثل ما تخيرت مرمرون أول ما جابها البطريرك يوحنا مارون، لما انتخب بطريرك جابها تخيرة من دار مرمرون العاصي، وحتى المركز البطريركي الأول من حيث انطلقت الكنيسة المارونية، الكنيسة البطريركية المارونية في كنيسة أنطاكيا، ثم انطلقت في الكنيسة الجامعة في كل بلدان العالم. تخيرة مرمرون أخذوها من أيام الصليبيين إلى إيطاليا سنة 1130، وحفظت بتكريم كتير كبير بمدينة فولينيو بأبرشية فولينيو شرق روما 870 سنة، إلى أن رجعنا استعدناها من روما من فولينيو إلى كفر حي.
من حيث أخذت بعد 870 سنة. اليوم تخيرة مرمرون عم توصل على أستراليا، على هالأرض الجديدة، كنيسة الأفاق الجديدة، وهيدا بده يكون حافز لكل المؤمنين أبناء مارون وكل المسيحيين تا يرجعوا يثبتوا بإيمانه. ورح منقلهم مع سيادة خينا المطران أنطوان شربل طربي راعي أبرشية مارمارون في أستراليا، ولكل إخوتنا المواني في أستراليا رح منقلهم أنه هالانطلاقة الجديدة رح تكون بالنسبة لكم فتح صفحة بتاريخكم الكبير أو بتاريخ كنيستكم الكبير، تتكونوا أنتوا رسل جدد حاملين هالنكهة جديدة بتراثكم، بتراث كنيستكم وتاريخها، حاملين هالرسالة للعالم الجديد. اليوم يلي جبتوا معي أنا هني شقفة من العظمة اللي هي الرأس مرمرون، حتى تكون هوني وهالرأس يكون هو الرأس الموجه مثل ما كل عمره بينا مرمرون، الموجه الروحي والملهم لكل أبناء المواني وين ما كانوا في العالم، خاصة اليوم بأستراليا. يتفيا بغصن الزيتون، صلي عنا يا مارون. التقينا بمر شربل فريا، وارتقينا بكاشا وقت اللي طبعا نحت التمثال دي سيريتا، والتقينا بمرمرون بكركي، واليوم عم نلتقى بسيدني، وأمامنا هالمجسم يلي حضرتك نحته ويلي رح يحتضن ذخائر القديس مارون بسيدني. أستاذ نايف علوان، خبرنا شوي عن هالمجسم هيدا، شو معاني رموزه؟ صممنا أنه يكون له رمزيته اللبنانية المارونية، بلشنا بالأرزة كيف متجزرة بالأرض اللبنانية اللي منشوفها هون، مثل ما المارني جزروا بأرضهم وسكنوا هالمغاوير، منشوف البناء اللي بيرمز للبناء الكنائس والصوامع اللي عايشوا فيها المارني أيام زمان بأنوبين، منشوف الصليب الماروني بمحتضنته الأرزة، يعني منشلح الأرزة طالع الصليب وبقلبها رح يكون الزخائر، منشوف هالطبيعة اللبنانية الحلوة، منشوف مرمرون بقلب الجزء الشجرة، يعني قديش وصلب مرمرون قديش قدر يتحدى العواصف والرياح، منشوف دقنه لمرمرون كيف بقلب الطائرة بالهواء، هيدي بترمز للصعوبات اللي مرقوا فيها المواني أيام زمان وظلوا متجذرين بأرض. وبعدين اخر شيء منشوف هون الجرس، بضل الجرسنا اللي بدها تضل تدق على طول الايام، اللي دقت ايام زمان وبدها تضل تدق. مبسوطين كثير انه مرمرون اجى مع كل التراث تبعه على استراليا، هيدي شيء كثير مهم ونحن فخورين فيها. أنا عميد بجامعة نوتردام أستراليا، سيدة أستراليا، ومسؤولة عن كلية الطب المحلية بغرب أستراليا هون بغرب سيدني، وطبعا عندنا تلاميذ متفوقين بيدرسوا الطب، بس كمان نفتخر إنه كل سنة عندنا على القليلة 5-6 تلاميذ لبنانية بيطلعوا من أحسن المتفوقين بالطب بأستراليا. يعني احنا بالحقيقة هون مثل ما شايفي كل شيء منظم، الطرقات منظمة، المستشفيات منظمة، يعني كل ما انزل على لبنان بقول لريت عنا مثل ما عنا هون، ان شاء الله يصير لبنان جزء صغير من استراليا. صفنا عاملين 4-5 رحلات للشباب على لبنان وعم نزور لبنان، من أصل لبناني عم بيروحوا على لبنان، هيدي عم نعملها كل سنة. وآخر صيفي كان عنا 200 شاب وبنت من 16 دولة في العالم إجوا على لبنان وبرمناهم بلبنان على مدة 10 أيام. والجامعة هلا عنا قريبا إذا على رود بنيويورك بأبريل عنا اجتماع لانتخاب إدارة جديدة ورئيس جديد، وإن شاء الله يعني بهالمناسبة الحلوة عيد مرمرون اللي نحن هون بسيدني بنفتخر نكون، أنه بدك تسمحي لنا نحكي بالطائفي، أنه الطائفي المارونية هي هون تاني معقل بالعالم للطائفي المارونية بأستراليا. بالفعل عندنا نحن أكثر من 300 ألف ماروني بأستراليا موجودين هون، وخصوصا
70% من شمال لبنان. مبسوطين كتير هلأ بزخائر تبع مرمرون، واليوم عيد مرمرون، نحنا كتير كتير مبسوطين فيكم، والام تي في عم بتبدع بتجنن. هلأ نحنا السيدات عم نبعث للمعاقين، عم نبعث لمؤسسات بلبنان مثل الأيتام، وهون عم نساعد هون كمان ومنساعد المطرانية. نحنا فخورين إن نكون أصلنا لبناني، هل إذا فينا إذا بدنا ننسى أصلنا معناتها ما انوجرنا، وفخورين بأنه نحنا اللبنانية وين ما رحنا وين ما جينا نعطي أكثر من ناخد. نحن اليوم بلبنان بأستراليا، الحكومة الأسترالية بالمجلس الأسترالي حكيت وسجلت أنه نحن فخورين بمجد اللبنانية على أستراليا. حتى الحكومة الأسترالية أنا فخور فيها أعطيونا نشان يسموه The Order of Australia لخدمات الكنيسة المارونية ولخدمات الجالية اللبنانية كأسترالية ولبنانية. وصلنا زمان بالساحة مثل ما بتقول، وهلأ عم نقدم قد ما فينا نشاطات. نعمل كتير نشاطات ثقافية، يعني كل شيء اسمه هيريتج، ثقافي، شعر، موسيقى بنعمله. So we are happy إنه عم نرجع باك التراث على أستراليا، وعم نحافظ عليه، وعم نشتغل ندخل الزجل بلاحة التراث الأسترالي. عنا نوابغ، عنا هون عمالقة بالشعر وبالتراث وبالموسيقى وبكل شيء اسمه كلتشر وهيريتج. رجاء والوفاء كثير منحب لبنان، أكيد منشوف لبنانية منحب لبنان ومنحبهم، منحب وين ما كان. ما أولادي بيحبوا لبنان أكتر من هون، بس ما يعني لو فيه يلاقي وشغلوا ويشتغلوا بيروحوا لهون. كل سنة بنزل بقعد شهر ونص، أكتر من هيك ما فيني. كل قلبي وعقلي وكله بلبنان، بس أستراليا هون صار حياتنا. يعني لولا في الماما وفي أخواتي وفي العائلة، لو ما هيك يعني تأقلمتي بأستراليا؟ تأقلمتي، تعود الواحد، بيتعود. مرة قدي بتنزل على لبنان؟ كل سنتين، إذا على رأس كل سنتين. يتفيم بغصن الزيتون، صلي عنا يا مارون. جيت أنا وإخواتي ثلاثة، نحن جينا من بيروت، وكانت الحالة بلبنان بعد في حرب، منا الحالة منا منيحة. تركت جيت عن جوني وجينا على أبروز، من أبروز جيت على أستراليا. وهلأ حابب تنزل على جزين؟ اشتقت لشلالات جزين؟ ألفتي، أنا حابب كتير روح على جزين إن شاء الله. إخواتي بروحوا بيجوا، بات أنا بعدني ما رحت. رح تنتخب؟ ليش لا؟ نحن أول شيء ننتخب ونحب كتير لبنان. يعني صار أنا هون 33 سنة، بس على طول بفكر كيف عشت بلبنان وأيام الطفولة هيدي ما بتنسى. بس حبينا أستراليا كتير، لأنه أستراليا فيها شغل، واللي بده يشتغل يعني بلاقي في مستقبل. وين بلبنان؟ حمانة. عم تنزل على حمانة؟ أكيد كل سنة. هون شو بتعمل؟ كمبيوتر ديزاينر، وعندي شغل تاني بشتغله لحالي الحمد لله، كتر الله كله تمام. وعائلتك هون معك؟ إيه معي. بيحكوا لبناني؟ بيحكوا إيه. وبيعرفوا حمانة؟ بيعرفوا حمانة، وبحب لبنان وبحب الـ MTV. حابب ترجع مع عائلتك يعني؟ ما في حقرر هلا، لانه اولادي هلا بالمدارس وبالجامعات، ما صعب يمكن هلا ياخذ هالقرار، بس بتمنى. روحنا وقلبنا معلق بلبنان، بشروش ارض لبنان. بدنا هالنواب لبنان وهالحكومه اللبنانيه يفكروا انه اذا ما ضل في لبنانيه بلبنان، مين بده يقعد بلبنان؟ الغرب لا سمح الله. اللي بيحط ايده على شواربه يعني خلص، انا خسرت $1,000,000، بعت بيتي وخسرت $1,000,000 وما غيرت بكلمتي.
يا بابور شد الفوق وصلني لبلدي بيروت تحت أرزك يا لبنان حبيب والله عيش وموت أنا حبيب والله عيش وموت طبعا احنا كنا اليوم مع وصول ذخائر مرمرون الى سيدني بيرث وأدليد أدليد باستراليا بكره رح نكون مع دار ورعية مار شربل ودورهم الروحي والتربوي للرهبانية اللبنانية المارونية. برجع على لبنان وباخذ اتصال. الو اهلا مسيو. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. معك جورج ابي راشي. عم احكيكي من الباترون. ايه اهلا وسهلا. يا مدام ريبيكا عم نعيدني نحن لنا فترة من مشكلة هون بالمنطقة. نعم. اوتوسترات تنورين الجديد. ايه. وانت بتعرف المنطقة انت طالعة تنورين طلوع. نعم. وبالنزلة نزول قوي. مزبوط. محددين السرعة ب60. نعم. يعني اللي طالع ولا ممكن يقدر يمشي 60 لأنه بيوصل لفوق موتور سيارته محروق. نعم. واللي نازل ما في ضل ماشي 60 لأنه بيوصل بلا كولية فريم لتحت. نعم. عاملين سرية سرعية أميون عنينا شغلتهم يومية مفيدة حاطين هونيك الرادار ومعينينه على سرعة 60 يعني اللي ماشي 65 على الأد عم بيأكل ضبط 100,000 يومية عشرات المواطنين كلها عم تأكل ضبوطة يلي ماشي 2 كيلومتر 3 كيلومتر زيادة عم بيأكل ضبط إنه هلأ لبنان وين ما كان بيسوقوا بلا نمار والسيارة عليها 500 نمرة هي زيتها وفي ناس بتنزل بتكسر كاميرات تبع الرادار بنصدين لبقاع مرأة من كل العالم انه نحن انه هالمنطقة لانه صبغتها معينة او لانه نحن مثلا جماعة اوادين بيجوا بيستقوا علينا وكل كل يوم فوق العشرات المواطنين بتاكل زبوطة كرمال 2 و3 كيلومتر على طريق عملت اوتوسترات هيدا ظلم هيدا يعني حتى تصديق على كلامك احد الزملاء عم بيقول لي على دينته انه اكل ظابط هنيك 200,000 طيب يا مدام ريبيكا ما بيصير هيك ولا معك حق يعني كيلومتر انا باكل ضبط 100,000 ليه 5 كيلومتر مخالف طب انا ما في امشي 60 بالطلعه بيحترق موتور سيارتي اذا بدي امشي 100% لا لا كل يوم فوق ال100 ضبط عم يعملوا بالعالم هيدي احسن مدخول للخزينه مش هيك يا مدام ريبيكا عاد بس يعملوا القانون بكل العالم لكن انا بطلع على طرابلس بيمشي بيقطع قدامي على حواجز الدرك شوف عيوني سيارات بلا نمر ما حدا بيسترجي يوقفها لقلك شغله استاذ جورج يعني مش مفروض يكون لبنان صيف وشتاء على سطح واحد مفروض نعم. نحن مع القانون ومع تحديد السرعه ولكن تكون منطقيه نحن ما عم نطلب المستحيل عم نكون منطقيه وتتناسب يعني هلا بعرف مرات السرعه جنونيه وخصوصا اذا نزله قويه واوتوستراد بتعرف قديش بيصير في حوادث ولكن اقله يعني يرفعوها ل 80 اقله يعني حتى كمان الى سلبياتها لاقول لك شغله نحن رح نوصل الموضوع للمراجع المعنيه اللي هي بتحدد السرعه على الاوتوسترادات والطرقات وان شاء الله انه بيتجاوبوا مع طلبكم اهلا وسهلا فيك كمان تفضل ايه تفضل انا ماني عندي ضبط ما عندي ضبط انا عم بجاوب المتصل قبلك مسيو تفضل حضرتك شو عندك يلا ولا يهمك قل لي شو عندك ما قلت لك قبل شوي يلا قل لي هلا صرت على الهوا معي طيب يلا هلا انا عندي نمره حمراء اري 21 سنه شهريه نعم صرت مغير السياره 3 مرات ايه وما كانوا ياخذوا براءة ذمة ايه يعني ما كان بدهم براءة ذمة لنغير النمرة نعم. كانوا يقولوا لي خلص روح حط اطلع على النافعة غير النمرة وتعال نعم نصور لهم الاوراق من جديد ونعطيهم هون نعم يمشي الحال نعم هلا من شي كم شهر السيارة اهتريت بدنا نغيرها نعم رحنا عم نقول لهم شو بدنا نعمل لحتى نغيرها نطلع على النافعة قال لا بدك براءة ذمة نعم قلنا لهم كيف بنجيبها؟ قولوا لي فوت طلعنا وفتنا بتعرفي انت بقى ما بمين قال لك عم كاتب الضمان وغيره الدوله كلها بدك تبرمي 10 طويبه و200 غرفه. المهم طلع ورقه مكتوب فيها بدهم مني 10 ملايين ليره. قلت لهم يا عمي هدول منن علي قال مبلى على النمره. طلعت هيك قلت له طيب على النمره بس في اسم هون واحد اسمه عبد الرحمن ياسين انا اسمي عبد الناصر برغل. نعم. قال هو كان مالك النمرة قبلك قلت لهم كيف كنت تاخذوها مني؟ أيه. عرفتي كيف؟ نعم
ليك بهيدا الحالة بدك تروح على حاجة أنا كمان أبعتك على بلكي بالميكانيك يعني بالنافعة بالإدارة بيعطوك إفادة. جبت إفادة إنه أنت مش مسؤول. طيب لما بمجرد ما تقدم هيدي الإفادة مفروض إنه يلتقى ما قبلوها يا سيدنا. أي والله ما قبلوها. يعني بدك تدفع عن غيرك 10 ملايين هيك؟ شايفة؟ 11 هلا صاروا لأنه بالشهر بيطلع علي 5%. اف اي والله. ليك صراحة أنا ما بعرف إذا في حل تاني غير هيدا الحل يعني عرفت؟ يعني هلا أنا شفت مراجع كثيرة وهيك يعني ما لقوا لي حل، يا ريتني تذكرت دغري عندك عند حضرتك. لا يعني بس مش لأنه أنا بفوق تاكسي كل النهار ببرم يعني ما بحضر برامج بالنهار. إي نعم. بس ابني عم يقول لي هيك قلت بحكي حضرتك. ليك خليني أشوف نسأل كيف يعني هلا الواحد قبل ما يشتري اي شيء ان كان بنايه ولا شقه ولا عربيه ولا شيء مفروض يشوف اذا نضيف ملفها اذا عليها شيء عرفت هيدي بالاصول لازم الكل يعملوها. هلا انت مش ذنبك يعني اذا اشتريت السياره وعليها ومنك عارف من هيك انا قلت يعني افاده دائره تسجيل السيارات والاليات ممكن تساهم يعني او بدك تحطها انقاض او شيء خليني اشوف اذا في لها شي طريقة وبحكيك. أوكي كمان اتصال. ألو أهلا يعطيك العافية. أهلين معك مازن حدايف عم بحكيك من بيروت. إيه أهلا وسهلا. أنا بال 2015 اشتريت سيارة. نعم. وكنت عم بقسطها على البنك لمدة سنتين. نعم. هلا خلصت تقسيطها وأخذت إفادة من البنك كرمال فك الرهن على السيارة. نعم. رحنا لنفك الرهن بتفاجأ انه في اشاره على السياره مكتوب يمنع اجراء اي معامله عليها لحين تسويه وضع اشاره من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. ليه هلا رحت لتابع بالموضوع مكتوب مكتب مكافحه جرائم السرقات الدوليه تابعنا بالموضوع البطل الملف عندهم صار بالنافعه رحنا على النافعه طلع فيه وصول مزورين ب 2013 على السياره يعني بالتاريخ اللي انا يعني ما كانت معي اصلا السياره. ايه والشخص اللي كان عم يزود هالوصول هو موظف بالنافع بالاوزاعي اعطوني اسمه كمان اسمه علي محمود هو بالنافع بالاوزاعي شكله صار له من 2013 عم يعطي العالم وصولي مزورين وهلا قلت له انا كيف فينا نظبط الموضوع شو فينا نسوي قال في اشاره على سيارتك لا فيك تبيع ولا فيك تعمل شيء خليني وصول العلاج. ايه لقلك شغله تركنا رقم تليفونك لانتبع لك قضيتك لانه شكرا انك حكيت على هوا حتى ما يوقع حدا تاني غيرك ترك لي رقم تليفونك صوره اليوم بنشوفها سوا. يعني هيدي تدابير بصندوق السياره لكانوا ركبوا جسر جل الديب معناتها يعني دابا نقعد على السيارات وبالعجقة يطلع هالجسر. موعدنا بكرة دايما مع الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.